السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندي أمر اسمه ريجن، ده عبارة عن هاتش أو تظليل. أجي هنا أقول له أنا عايز مثلا أرسم تظليل للجزء دوت من لاين ستايل، ده بتختار شكل الخط الخارجي وبعد كده بتقول له موافق فبيبقى اسمه لك بالشكل دوت. طيب ممكن أجي أعمل سيلكت هنا، أو في هاتش هنا بس مش باين، فأقول له أنا عايز مثلا بدل كونكريت ده شكل كونكريت عشان كده هو مش باين، عايز مثلا كروس هاتش، واقول له اوكي، واقول له اوكي يظهر معايا بالشكل دوت. طيب خلينا نرسم اول واحد اهوت. تمام، ده لو دخلت هنا هتلاقي ان دوت النوع بتاعه درافتنج، وتقدر تيجي من هنا اديت وتعدل الشكل دوت. ده اللاين انجل الزاوية، ممكن تقول له مثلا تخليها 45 مثلا، هتلاقي بقت مايلة. طيب وعندي ده اللاين سبيسنج، ممكن تقول له أنا عايز برر بالشكل دوت أو كروس هاتش. برر يبقى خطوط ماضية لبعض، كروس هاتش يبقى فيه خطوط أخرى معاكسة، ممكن تقدر تغير المسافة اللي بينهم. خليني دلوقتي أعمل واحد تاني. بس ده هاجي هنا في الايديت تايب واعمل منه دوبليكيت، وده هاجي هنا اغير النوع بتاعه لموديل بالشكل دوت. طيب خلي بالك لو انا جيت هنا غيرت من 150 ل 125، ايه اللي حصل؟ الموديل ما تغيرش، اللي اتغير الدرافت. لو خليت 10 هتلاقيها بقت بالشكل ده، طب لو خليت 200 هتلاقي ده اتغير وده متغيرش. فالدرافت بيتأثر بالسايز بتاعي، انما الموديل المسافة اللي انت عاملها ما بتتغيرش ابدا مهما عدلت فيها. وتقدر تيجي هنا في اي وقت وتعدل بين الموديل والدرافتنج، وتيجي برضو في الموديل وتقدر تعدل الحاجات ديت، تقدر تخليه برر او كروس هاتش. كاستم هتدخل ملف معين معمول هاتش جاهز وتقدر تشتغل عليه زي ما كان بيحصل في الاوتوكاد، يعني ممكن تجيب هاتش غريب شويه وتدخله على طول، مش عباره عن خطين متقاطعين، تقدر تختار اي هاتش انت عايز حاجه مثلا بالشكل ده، ما ينفعش بالطريقه العاديه اللي موجوده في الريفيت تعمل.